انا سياساتنا هناخد تاني درس او تاني درس بعد الدرس التمهيدي معانا اللي هو سكان البيئه الزراعيه. احنا اخدنا في الدرس اللي فات ان في عندنا بيتركزوا في الوادي وفي الدلتا. طيب عندنا الاول عدد سكان مصر عملنا حصر سنه 2017 كانوا 94.8 مليون نسمه. تمام؟ طيب كلهم قاعدين في مكان واحد او كلهم سكان في مكان واحد؟ اخذنا قبل كده انه لا طبعا في توزيع سكان. عندي نوعين من المناطق، عندي مناطق ريفيه وعندي مناطق حضريه. طب يعني ايه مناطق ريفيه ويعني ايه مناطق حضريه؟ طبعا احنا معظمنا عندنا مكان بنروح عند جد وتيتا في الارياف في البلد اللي فيها الزراعه وفيها البقر والجاموس والكلام دوت، اسمها مناطق ريفيه. طب فين يا ميس المناطق الريفيه دي؟ عندي ثلاث اماكن هي الاماكن تركز فيها الاماكن الريفيه. عندي الدلتا والوادي وعندي مكان اسمه منخفض الفيوم اخدناه مع ميس هاله برضو الحصه اللي فاتت. طيب عددهم كام بقى في المناطق الريفيه دي؟ عددهم 42.4% من السكان. 42.4% من السكان. طيب فين بقى الاماكن دي على الخريطه؟